احنا مش هنكتفي برضو بالمكالمات دي، احنا لازم نكلم صديقتنا بقى العزيزة. أيوة. اللي كانت معانا من اسبوعين كمان وبدايات المغرب والتوقعات، واستاذة حنان الشفاعة الناقدة الرياضية المغربية وصديقتنا العزيزة. يعني انا سعيدة ان انا النهاردة بقول لك الف مبروك علينا، ويا رب ارجع اقول تاني الف مبروك علينا استاذة حنان. صباح الخير حبيبتي، صباح الخير زميلي كريم، والاكيد ان وجهكم وجه الخير على المنتخب المغربي والكره العربيه، حيث ان المنتخب الوطني يمثل كل العرب. ولهويد كلامك في الحلقه الماضيه اللي كنت معك فيها ترك الاثر البالغ في نفوس المغاربه، عندما قلت بالحرب نتمنى ان يفوز منتخبنا ونصعد، نتمنى نتاهل، والاكيد ان الداخل الوطني وليد الرجلاني في رعايه الاسود حققوا امال كل العرب وكذلك المغاربه في الوصول الى الربع كاول منتخب عربي يصل الى هذا الدور. الاكيد ان الطموح ما زال كبيرا والاحلام ما زالت كبيره من اجل تجاوز دور الربع والوصول الى ابعد نقطه في مونديال العرب مونديال قطر 2022 الذي كان فعلا خيرا على الكره العربيه. والبدايه كانت مع المنتخب السعودي عندما انتصر على المنتخب الارجنتيني، منتخب الفرنسي عندما انتصر على حامل اللقب المنتخب الفرنسي، المغرب في دور المجموعات فازت على بلجيكا المصدر ثانيا عالميا، وتعادل مع كرواتيا وفي بطل نسخة روسيا، وكذلك الفوز على كندا والتصدر المجموعة الموت التي قلنا عليها جميعا، مجموعة الموت برصيد 7 نقاط. الأكيد انجاز كبير لأسود الأطلس، والأحلام تواصلت والطموح كبير بالوصول إلى ربع نهائي المونديال، ونتمنى كما قلت لك زميلتي أن تذهب إلى أبعد نقطة على اعتبار أن المنتخب المغربي هو الذي الآن يمثل العرب ويحمل آمال العرب. طبعا قلت لكم زميلي كريم في البرنامج وليد الركراكي قال إلى قطر أنه لن يكتفي بالمشاركة فقط ولن يكتفي بعد 3 مباريات، بل سيذهب إلى أبعد نقطة. كان حلمنا فقط أن يتكرر إنجاز منتخب السودانيين، ولكن اليوم وليد الركراكي بمعية الأسود يحطمون إنجاز منتخب السودانيين ويصلون إلى الربع. كانت مباراة بالأمس تكتيكية كبيرة من الناحية الفنية لوليد الركراكي، كانت حماسة دفاعية ناقشها المدرب وكذلك اللاعبين بذكاء، وكانت صرامة تكتيكية صرامة دفاعية وصلت إلى ضربات الحظ أو إلى ضربات الأعصاب. تألق الحارس الدولي ياسين بونو، وليس غريب أن يتألق أمام الكرة الإسبانية ياسين بونو الحائز على أفضل جائزة في الدوري الإسباني، الذي يعرف جيدا نجوم الكرة الإسبانية بما فيهم نجوم فريق برشلونة الإسباني في شكل نصيب الاسد داخل المنتخب الاسباني. الاطاحه بمنتخب اخر اللي هو اوروبي، منتخب اسبانيا كان مرشح ايضا للقب. الاكيد تفتح شهيه الاسود كيف ما قال وليد الركراكي، ما زلنا متعطشين في اي مباراه بعد نهايه مباراه اللاعبين، واش ما زال بمعنى ما زال فيكم الجوع؟ الاكيد ان جوع اللاعبين متعطش الى الانجازات، متعطش الى الانتصارات، وتحيه الى اسود اطلس. اغلب اللاعبين بعد الاصابات، بالرغم ان الاصابه كل اثر على انه يلعب وكل اثر على انه يمثل الكره العربيه، كانت بالامس صراحه عارمه ماشي فقط في المغرب من طنجه الى الكويره، ولكن كانت من المحيط الى شارك الجمهور والشارع الرياضي صراحه خرج مرتديا قديما المنتخب الوطني وحاملا للرايه المغربيه، وشاركنا الفرحه، كانت فرحه كبيره والانجاز هو اجزاء الملك واجزاء لكل عربي. شكرا للشارع المصري، شكرا للجمهور المصري، شكرا للاعلام المصري الذي وقف معنا وقفه رجل واحد وساند الاسود. والله نلبسوا في كل ثاني، نلبسوا في كل تعليق، نلبسوا في كل شخص من الشعب المصري ان المنتخب المغربي فعل مثل 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 مثل
وهذا إن دل على شيء. هي كلها مشاعر يا أستاذة حنان خارجة من القلب، يعني خليني أقول لحضرتك هي ما بتبقاش دور واجب أو حاجة، فعلا إحنا كل اللي حضرتك قلتيه ده خارج من القلب. وفرحونا بقى في الربع النهائي بإذن الله وتكوني معانا، وحاولي بقى تيجي مصر كمان تزورينا، يعني خلينا كده نبقى على تواصل بإذن الله وتيجي عشان نحتفل، مش بس تيجي زيارة عادية يا أستاذة حنان. بإذن الله كل التوفيق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. شكرا لحضرتك جدا أستاذة حنان الشفاعة صديقتنا والزميلة الناقدة الرياضية، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة، وبنبارك لنفسنا مرة كمان.